لماذا ارتجت الأمم وبالباطل تمتمت الشعوب؟ ملوك الأرض قاموا والعظماء على الرب ومسيحه تآمروا لنكسر قيودهما ولنلقي عنا نيرهما. الساكن في السماوات يضحك والسيد بهم يهزأ بغضبه حينئذ يخاطبهم وبسخطه يروعهم. إني مسحت مليكي على جبل المقدس صهيون، أعلن حكم الرب، قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثا وأقاصي الأرض ملكا بعصا من حديد تكسرهم وكإناء خزاف تحطمهم. أيها الملوك الآن تعقلوا، ويا قضاة الأرض اتعظوا، اعبدوا الرب بخشية وقبلوا قدميه برعدة لئلا يغضب فتضل الطريق، لأنه سرعان ما يضطرم غضبه. فطوبى لجميع الذين به يعتصمون.